أما دلوقتي تعالوا أسيبكم مع تقرير الكتب الأكثر مبيعاً أو البيست سيلر، وتعالوا نشوف مع بعض إيه هي أكتر كتب حققت نجاحات الأسبوع اللي فات، ونرجع على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع ما بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً من جديد كتاب لا بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه، ويتحدث فيه عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي تواجهك لتحقيقه. ثم يحتل المركز الثاني كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث الكتاب عن حكايات من التاريخ عن شغف وخلاصة التجربة الإنسانية. تأتي في المركز الثالث رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، هي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة، وهي على التوالي غرناطة، مريمة، والرحيل، وتدور الأحداث في مملكة غرناطة بعد سقوط جميع الممالك الإسلامية في الأندلس. يأتي في المركز الرابع كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث الكاتب في كتابه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً برواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي هام.